السلام عليكم وبركاته. الحمد لله وكفاء، والسلام على ودي الذي اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام أهل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد إخوتي الكرام، ما زلنا مع الرافضة وخبث الرافضة وكذب الرافضة ومقتصر منهاج القادم مقتصر منهاج السنة النبوية في أن مذهب الرافضة مجمع الضلالات. قال الرافضي الخبيث: فلينظر العاقل أي الفارقين أحق بالأمن، الذي نزه الله وملائكته وأنبياءه وأئمته، ونزه الشرع عن المسائل الرضية. شوف الكذب والكذاب يقول نزه، وهم الذين وصفوا الله بالنقص، ووصفوا الأنبياء بالنقص، ووصفوا أهل البيت بالنقص، كاذبا وذورا ومينا، ويدعون شيئا ليس فيهم. يقول ونزه الشرع عن المسائل الرضية، ومن يبطل الصلاة بإهمال الصلاة على أئمتهم، يعني إذا أهملوا الصلاة على الأئمة المعصومين، يقصد بذلك أولئة التكوين التي يؤمنون بها. نعم. ونزه الشرع عن المسائل الردية، ومن يبطل الصلاة بإهمال الصلاة على أئمتهم وبذكر أئمة غيرهم، أم الذي فعل ضد ذلك واعتقد خلافه. يعني يقول أي الفريقين أحق بالأمن وأحق بالمدح والمن. يقال ما ذكرتموه من التنزيه إنما هو تعطيل وتنقيص ووصف الله بالنقص وللأنبياء، بيان ذلك أن قول الجهمية وهم يتبنون قول الجهمية، يتبنون في خلق القرآن، ويتبنون أيضا بسلب صفات الكمال والجلال والبهاء من ربنا الرحمن سبحانه وتعالى. فقول الجهمية التي يتبنوه نفاة الصفات، يتضمن وصف الله تعالى بسلب صفات الكمال التي يشابه فيها الجمادات والمعدومات. فإذا قالوا إنه لا تقوم به حياة ولا علم ولا قدرة ولا كلام ولا مشيئة ولا حب ولا بغض ولا رضا ولا سخط ولا يرى ولا يفعل بنفسه فعلا ولا يقدر أن يتصرف بنفسه، كانوا قد شبهوه بالجمادات المنقوصات. وهم كما قلت يتبنون كلام الجهمية بسلب صفات الكمال والجلال والبهاء للعظم والعظمة لله جل في علاه، فسلبوا صفات الكمال، فكان هذا تنقيصا وتعطيلا لا تنزيها على ما يزعم هذا الكذاب. وإنما التنزيه أن ينزه عن النقائص المنافية لصفات الكمال، فينزه عن الموت والسنة والنوم والعجز والجهل والحاجة، كما نزه نفسه في كتابه، فيجمع له بين إثبات صفات الكمال ونفي النقائص المنافية للكمال. وينزه عن المماثلة شيء من المخلوقات له في شيء من صفاته، وينزه عن النقائص مطلقا، وينزه في صفات الكمال أن يكون له فيها مثل من الأمثال. وأما الأنبياء فإنكم سلبتموهم ما أعطاهم الله من الكمال وعلو الدرجات بحقيقة التوبة والاستغفار والانتقال من الكمال إلى ما هو أكمل منه، وكذبتم بما أخبر الله به من ذلك، وحرفتم الكلمة عن مواضعه، وظننتم أن انتقال الآدمي من الجهل إلى العلم، ومن الضلال إلى الهدى، ومن الغي إلى الرشاد تنقصا. لم تعلموا أن هذا من أعظم نعم الله جل في علاه وأعظم قدرته، حيث ينقل العبادة من النقص إلى الكمال، وأنه قد يكون الذي يذوق الشر والخير ويعرفهما، يكون حبه للخير وبغضه للشر أعظم ممن لم يعرف إلا الخير، كما قال عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية، إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة لمن أنشأ إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. من باب وبضدها تتبين الأشياء كمال، وأي كمال يدعونه، وهم يصفون الله بالنقص، وهم يقولون لا يحب ولا يحب، ويقولون لا يتكلم ولا يقول، ويقولون لا ينزل ولا يغفر ولا يعفو، ويقولون لا يحيي ولا يميت، وهم يسلبون كل صفات الكمال عنه. فإن أي تنزيه ادعوه حتى نقول هذا تنزيه من هؤلاء لربهم، فيكون بذلك العلو. أما التنزيه لأئمة تنزيه لأئمة فمن الفضائح التي يستحيا من ذكرها، لا سيما الإمام المعدوم الذي لا ينتفع به إلى دنيا ولا دين، وهم يقفون عنده ويقولون أخرج 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 أيها الإمام أخرج، وهم يأتون بالجمال وبالطعام وبالشراب، وما زال في السرداب إمامهم، فما تدري ماذا يفعل في السرداب إلى يوم الناس هذا. وأما
يعني تنزيههم وهم يقولون بأنهم يتحكمون في ذرات الكون وأنهم لا يموتون إلا بعد إذنهم وأنهم يعلمون ما كان وما يكون والغيب كله عندهم شهادة في هذا الباب. كيف تقولون بهذا؟ كيف نقولون بأن هذا تنزيه للأئمة؟ كذبوا والله كذبوا وادعوا كذبا. ثم أنهم لو وقفنا معهم يعني قد اتهموا الأئمة المعصومين اتهامات باطلة. وكما قلت وسيكون إن شاء الله اللقاء بعد القادم بإذن الله تعالى في الكلام على علي بن أبي طالب عند الرافضة لتعلم كيف الجناية الكبيرة على أئمتهم بالكذب والزور. وتنزيه الشرائع عن المسائل الرضية، تقدم أن أهل السنة والجماعة لم يتفقوا على مسألة الرضية بخلاف الرافضة، فإنهم من المسائل الرضية ما لا يوجد لغيرهم، بل كل مسائلهم مسائل رضية، وكل مسائلهم مسائل فيها الكذب والمين والخرص، وفيها ما فيها من الغلو الذي يهلك البلاد والعباد. وأما قول من يبطل الصلاة بإهمال الصلاة على أئمتهم ويذكر أئمة غيرهم، فإما أن يكون المراد بذلك أنه تجب الصلاة على الأئمة الاثنى عشرية على قولهم، أو على واحد معين وهو علي غير النبي صلى الله عليه وسلم منهم أو من غيرهم، وإما أن يكون المراد وجوب الصلاة على آل النبي. فإن أراد الأول فهذا من أعظم الضلال والخروج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن نحن وهم يعني نعلم بالاضطرار أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالصلاة والسلام على الاثنى عشر لا في الصلاة ولا في غيرها، ولا كان أحد من المسلمين يفعل شيئا من ذلك على أهدي، ولا نقل هذا أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بإسناد لا صحيح ولا ضعيف، ولا كان يجب على أحد في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أحدا من الاثنى عشر إماما، فضلا عن أن تجب الصلاة عليه في الصلاة. اخترعوها وربي، واخترعوا صلاة ليست صلاة، الأمر عظيم. وكان صلاة المسلمين صحيحة في عهده بالضرورة والإجماع، فمن أوجب الصلاة على هؤلاء فقد أبطل الصلاة. أمين أمين. ومن قال بالصلاة على هؤلاء وأبطل الصلاة بالإهمال فقد غير دين محمد صلى الله عليه وسلم وبدل فيه كما بدلت اليهود والنصارى. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال صلوا كما رأيتموني أصلي. أرأيتم بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو يصلي على 12 إماما؟ رأيتم ذلك؟ رأيتم أنه قال لا تصلوا علي وصلوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه؟ الأمر جلل ليس بالهين في هذا الباب. وهم كذبة، وكما قلت هم أشد من الخوارج ضلالا وكذبا. والخوارج من أصدق الناس لأنهم يرون أن فاعل كبيرة كافر، لكن أيضا هم كانوا يقولون من الخطابية أعتقد أو طائفة منهم، لم يكن مهم الخطابية من هؤلاء أو هؤلاء، المهم أنهما طائفتان كاذبتان. منهم من قال كنا إذا هوينا حديثا ركبنا له الإسناد، كنا إذا هوينا حديثا ركبنا له الإسناد. وحقيقة الأمر عندما تقول صلى على محمد وعلى آل محمد يدخل فيهم بنو هاشم وأزواجه، وكذلك في أحد القوانين يدخل بنو المطلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بنو هاشم وبنو المطلب كانوا معا في جاهلية وفي إسلام، ولذلك يعني أعطاهم من الخمس. وأكثر هؤلاء تذمهم الإمامية، فهم يذمون العباس والد العباس والخلافة العباسية، هم من آل محمد ويذمون من يتولى أبا بكر وعمر وجمهور بني هاشم ويتولون أبا بكر وعمر، ولا يتبرأ منهم صحيح النسب من بني هاشم إلا نفر قليل بالنسبة إلى كثرة بني هاشم، وأهل العلم والدين منهم يتولون أبا بكر وعمر، فكيف الآن بالصلاة عليهم؟ فهذا سبحان الله. هؤلاء القوم كما قلت كذبة، ويلبسون مسوحا للشرع ويريدون إدخال الأمر على الناس، ولا يدخل لا يدخل والله لو أدخلوه بالدشم والثكنات العسكرية فإنه لا يدخل في القلوب، والقلوب بيد علام الغيوب سبحانه وجل في علاه. ومن العجب العجاب أن هؤلاء الرافضة يدعون تعظيم آل بيت محمد صلى الله عليه وسلم، وهم سعوا في مجيء التتار الكفار إلى بغداد دار الخلافة من طريق الوزير الخبيث ابن الخبيثة ابن العلقمي، نعم العلقمي والذي هيج هلاك وأتى به إلى بغداد، فكانت المقتلة العظيمة حتى قتلت الكفار المسلمين لا يحصيه إلا الله تعالى من بني هاشم ومن غيرهم، وقتلوا بجهات بغداد 1000 1000 و8000 و70000،
وقتلوا الخليفة العباسي وسبوا النساء الهاشميات والصبيان الهاشميين. فهذا هو البغض لآل محمد بلا ريب، لا الحب الذي يدعونه الكذبة أولاد الكذبة. وكان ذلك من فعل الكفار بمعاونة الرافضة، هم الذين سعوا في سبب الهاشميات ونحوهم إلى يزيد أمثاله. فما يعيبون على غيرهم بعيب إلا وهو فيهم أعظم، وإنهم كما قلت الكذب عندهم لا يصل بهم إلى طريق. وفصل أيضا في تزييف استدلال الرافضي بفضائل علي على الإمام. الأصل في هذا الباب هو الكلام على أنهم من الكذبة، أنهم من كذبة التاريخ، وأنهم من أعداء الدين، وأنهم حقا انسلخوا عن هذا الدين، ودينهم هو دين عبد الله بن سبأ يؤسس لهم ويؤصل لهم، وهم ينشرون دينه ويعملون على هدم دين الإسلام باسم الإسلام. وهذا المراد ضرب الإسلام باسم الإسلام، مسلم يضرب مسلم. والحل عند هؤلاء هو الطعن في دين الله جل في علاه بثوب مسلم. قال الرافضي الخبيث: السادس أن الإمامية لما رأوا فضائل أمير المؤمنين وكمالاته لا تحصى، قد رواها المخالف والموافق، ورأوا الجمهور قد نقلوا عن غيره من الصحابة مطاعن كثيرة ولم ينقلوا في علي طعنا البتة، اتبعوا قوله وجعلوه إماما لهم، حيث نزهوا المخالف والموافق وتركوا غيره، حيث روى فيه من يعتقد إمامته من المطاعن ما يطعن في إمامته. ونحن نذكر هنا شيئا يسيرا مما هو صحيح عندهم ونقلوه في المعتمد من قولهم وكتبهم ليكون حجة عليهم يوم القيامة. فمن ذلك ما رواه أبو الحسن الأندلسي الجمع بين الصحاح الستة، موطأ مالك، وصحيح البخاري ومسلم ورسوان أبي داود، وصحيح الترمذي، وصحيح النسائي عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، قد أنزلت في بيتها وأنا جالسة عند الباب فقلت: يا رسول الله، ألست من أهل البيت؟ قال: إنك على خير، إنك من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: وفي البيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي وفاطمة والحسن والحسين، فجللهم بكساء وقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. والحقيقة أن أهل البيت يدخل فيها الزوج، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس بك على أهلك هوان. وقالت عائشة: لو كيف وجدت أهلك؟ وقال: قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وفي الرواية الثانية قال: قول اللهم صل على محمد وعلى أزواجي وذريتي أجمعين. وجواب أن يقال الفضائل الثابتة في الحديث الصحيح على أبي بكر وعمر أكثر وأعظم من الفضائل الثابتة لعلي، بل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الباب قال لعلي بن أبي طالب: أترى هذين هما سيدا كول أهل الجنة، هما سيدا كول أهل الجنة. والحديث ذكرها هذا وذكر أنها في الصحيح عند الجمهور وأنهم نقلوها في المعتمد من قولهم وكتبهم، نعم، وهو من أبين الكذب على علماء الجمهور. فإن هذه الأحاديث ذكرها أكثر هذا الأحاديث كذب وضعيف واتفق المعرفة بالحديث، والصحيح الذي فيها ليس فيها ما يدل على إمامة علي ولا فضيلتي على أبي بكر وعمر، بل وليست من خصائصه، بل هي فضائل شاركة أو شاركه فيها كثير منهم، بخلاف ما ثبت من فضائل أبي بكر وعمر فإن كثيرا من الخصائص لهما، لا سيما فضائل أبي بكر فإن عمتها خصائص لم يشركوا فيها أحد. قال: صد عني كل خوخة إلا خوخة أبي بكر. قال: صدقت وقلتم كذبت. وأما ما ذكر من المطاعن فلا يمكن أن يوجه إلى الخلفاء الثلاث من مطعن إلا وجه على علي مثله وأعظم، يعني كل ما رمي به عثمان رمي به علي بن أبي طالب وأعظم. وأما قوله إنما جعله إماما لهم حيث نزه المخالفة والموافقة، تركوا غيره وتركوا من تركوا أي تركوا تركوا من هل تركوا عثمان؟ وعثمان قد بايعوه المهاجرون الأنصار، اتفقت كلمة المهاجرون الأنصار على عثمان بن عفان، لذلك قال أحمد حنبل: من قدم علي على عثمان فقد أذرى بالمهاجرين والأنصار. يقال هذا كذب بين، فإن علي لم ينزهه المخالفون بل القادحون في علي طوائف متعددة، وهم أفضل من القادحين في أبي بكر وعمر وعثمان، والقادحون فيه أفضل من الغلاة فيه، فإن الخوارج متفقون على كفره، يعني على كفر علي بن أبي طالب، وهم عند المسلمين كلهم خير من الغلاة الذين يعتقدون إلهية علي بن أبي طالب ويقولون
أبو طالب هو الأول والآخر والظاهر والباطن، ويقولون هو يتحكم في ذرات الكون. نعم، يعتقدون إلهيته ونبوته، بل هم والذين قتلوه من الصحابة والتابعين خير عند جميع المسلمين من الرافضة الاثنى عشرية الذين اعتقدوه إماما معصوما. وأبو بكر وعمر وعثمان ليس في الأمة من يقضح فيهم إلا الرافضة، والخوارج المكفرون العلي يوالون أبو بكر وعمر ويتردون عنهما، والمروانية الذين ينسبون عليا إلى الظلم ويقولون إنه لم يكن خليفة يوالون أبو بكر وعمر، يوالونهم حقا ويقولون أنه لم يكن خليفة يوالون أبو بكر وعمر مع أنهما ليس من أقاربه النواصب يعني. فكيف يقال مع هذا أن علي نزه المؤلف والمخالف بخلاف الثلاثة؟ ومن العلم أن المنزهين هؤلاء أعظم وأكثر وأفضل، وأن القادحين في علي حتى بالكفر والفسوق والعصيان طوائف معروفة، وهم أعلم من الرافض وأدين، والرافض عاجزون معهم علما ويدا، فلا يمكن الرافضة أن تقيم عليهم حجة تقطعهم بها، ولا كانوا معهم في القتال منصورين عليه. والذين قدحوا في علي بن أبي طالب وجعلوه كافرا وظلما ليس فيهم طائفة معروفة بالردة عن الإسلام بخلاف الذين يمدحونه ويقدحون في الثلاث. هؤلاء الردة فيهم كفرة فجر، يقولون الصراط لا يمر عليه أحد إلا بعلي، يدخل الجنة إلا بعلي، بخلاف الذين يمدحون ويقدحون فيه الثلاثة كالغالية الذين يدعون إلهيته من النصيرية الكفرة، أعوذ بالله، من أكفر أهل الأرض النصيرية، وغيرهم كالإسماعيلية الملاحدة الذين هم شر من النصيرية كما، والغالية الذين يدعون نبوته، فإن هؤلاء كفار مرتدون، كفار مرتدون. النصيرية يعبدون عليا ويقولون هو الرب، كفرهم بالله ورسوله ظاهر لا يخفى على عالم من علماء الدين. فمن اعتقد في بشر الإلهية واعتقد في محمد بعد محمد نبيا، أو أنه لم يكن بل كان علي هو نبي دونه، إنما غلط جبريل على ما قال هؤلاء الكفار الفجار. فهذه المقالات ونحوها مما يظهر كفر أهلها لمن يعرف الإسلام بأدنى، بخلاف من يكفر عليه ويلعنه من الخوارج ومن قاتله ولعنه، لم يؤله أبا بكر ولم يؤله عمر ولا عثمان، ومن الذين المروانية الذين يعادون علي بن أبي طالب يتهمون بالظلم، فإنهم أيضا لا يعتقدون في أبا بكر وعمر الإلهية كما تفعل النصيرية والإسماعيلية والإثنى عشرية. فهؤلاء أهل الكفر وهؤلاء أهل البهتان، فكذب الرافضة كذب معلوم لا مرد له، وفيه ما فيه من الكفر الظاهر في ذلك ما فيها. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ضنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.